بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الخاتمة أمنية كل مسلم، لكن ما معنى حسن الخاتمة؟ ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو أنت ساجدا، أو تموت والمصحف بين يديك. فقد مات خير الناس جميعا صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، ومات صديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو خير الصحابة على فراشه، ومات خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول. ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، أن تموت وأنت بريء من النفاق، أن تموت وأنت بريء من كل بدعة، أن تموت وأنت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تموت وأنت غير ظالم لأحد وبريء من دم أي مسلم وماله وعرضه، أن تموت وأنت مؤديا حق الله عليك وحق عباده عليك، أن تموت بقلب سليم طاهر النوايا متحلي بحسن الأخلاق، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة لمسلم. نسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الثابتين على طاعته، وأن يجعلنا من الفائزين برضاه والجنة.